تو إطلاق مبادرة تحفيز المستهلك المصري ما يغلاش عليك تعود للرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الاستجابة السريعة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد المصري لصالح المواطنين بما يمكنهم من توفير متطلباتهم الأساسية ويساعد في خلق فرص عمل جديدة. لابد من نتوجه بالشكر لفخامة الرئيس لسبب زي ما سمعنا من كل الحاضرين للأسباب إن كان في إصلاح اقتصادي وبالتالي كان هناك ضعف في القدرة الشرائية للمواطن، ثم جاء بعد ذلك موضوع فيروس كورونا المستجد فأضاف لطبيعة المستهلك إنه بقى استهلاكاته في اتجاهات أخرى، فكان من المهم جدا مثل هذه المبادرات. وهي إيه المبادرة نفسها؟ إن إحنا نشجع المستهلك إنه هو يقدر يقضي احتياجاته. المبادرة فكرتها يعني وإنها تدار بطريقة إلكترونية والسلع تبقى على الموقع والناس يعني الخصومات والتجار وتدار من خلال الموبايل والكلام ده كله، يعني كان محتاج ترتيبات ومع التجار ومع الصناع ومعنا احنا، يعني انا كوزارة مالية التجار او الصناع اللي ليهم او الموزعين اللي ليهم فلوس انا بعرفها من السيستم دلوقتي عندي، وبالتالي اقدر في 3 4 ايام عمل فلوس او محولها له على البنك، كل ده الكتروني. فكان عملية التحضير وكده شوية خدت مجهود لكن نجحنا الحمد لله، المبادرة شغالة. على هامش الاحتفالية تم تكريم التجار المشاركين واختيار الشركات وفقا للدراسات والأبحاث السوقية المعتمدة على معايير تقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين في الشؤون الاقتصادية، ومنح الشركات الفائزة درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري. المستهلك أكيد تأثر، أكيد دخله تأثر بفترة الكورونا والحظر، أكيد تلبية احتياجاته اللي كان عايز يحققها أو عايز يعملها، عايز يجوز بنته، عايز يجوز ابنه، عايز يجهزهم، كل ده تأثر دخله فتأثر تلبيته للاحتياجات دي. جات الفترة دي دلوقتي بتلبي هذه الاحتياجات بخصم حقيقي بياخده المستهلك المصري. المستهلك هو هدفنا كلنا كتجار وكصناع، ان احنا نرد له الجميل ان هو بيستهلك بضاعتنا وبيستهلك حاجات المنتجات اللي احنا بنبيعها او بنصنعها. فالنهاردة المبادرة اللي حصلت في خلال الفترة اللي فاتت ونتمنى انها تستمر. مبادرة تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد القومي وتشجيع المنتج المحلي وتخفيف الأعباء على المواطنين عامة وأصحاب البطاقات التموينية خاصة.